يا هلا، يلا حي ابو عبد الله. الله يحييك ويبديك. هذه الساعة مباركة اللي اجتمعنا والله. الله يبارك فيك، مبطن ما شفتكم حنا جيران. الا قل لي هالمزيونات اللي عندك مالك نية بيع؟ ان شاء الله ما طار لي بيع. الوكاد سانك نويت تبيع، تروني ايش الراي؟ اقول يا اخوي انسوا هالسالفة، تروا كانوا بلشتونا مبلشة. نشبة في حلقي. من اللي نشبل لك؟ انت ومعيض. معيض كل ما لقانا انت قل ديان له. ابو عبد الله قول لا تبيعهم بس، خلك من ولد عمي. اخو وضحى، هذا ولد عمك الحين وش نوحك عليه؟ حي والله تنشبله بحلاله انت، اترك حلاله وخص الرجال. اغناكم الله. حياك الله. اغناكم الله. محلك يا ابو عبد الله. الله يجعله عامر بوجودك في امان الله. وين يا ابو عبد الله؟ امرح الليله عندنا وباسر الله يسر عليك، روح. والله ودي اسر يا مهدي، وان شاء الله قبش الصبح وانا عندكم. يا رجال امرح حلالك عندك، وخذها مني وعد ان مقرن ما يجيب طاري حلال. يا هلا، يلا حي ابو عبد الله. الله يحييك ويبديك. أخوي وينك؟ مبطلين ما تشوفنا، جيرانا ولا نشوفكم. يعز الله لك الحق يا أبو عبد الله، رحت أنا ومتعب عسينا هالديار اللي حولنا. ما شاء الله لا إله الله، ويذكرون صقر يذكر لنا الربيع ديرتهم وشيء ما هو بسيط. يعز الله أنه صاد، والوغيد أبو عشر لا طب الفيضة والله ما تشوفه. ما شاء الله لا إله الله، اللهم لك الحمد لك الشكر. طيب طول العمر، أنا ترخص ودي أروح أشوف الحلال. وين تبي يا أبو عبد الله؟ ليل وصريمة، والله حلالك ما هو غادي بهالبرد. والله يا ابن الحلال ما هجى قلبي إلا أنا ما أجيه. أنا أذركم. الله يستر عليك. اللهم آمين، فمان الله جميل. موفق. يا هلا يا هلا.